سؤال شفوي، ويقول في السؤال ده causes of أي حاجة في كلمة هايبو. مثلاً قال هايبومغنيسيميا، دي موجودة في درس الهايبوكالسيميا في كتاب الإندوكراين، هما مليون سبب مثلاً، نسيت المليون كلهم. ألف يبقى هايبو مالابسوربشن، أي حاجة في كلمة هايبو يبقى مالابسوربشن سندروم، لأن مالابسوربشن سندروم بينقص كل حاجة. مبدئياً مال يعني وحش، absorption يعني absorption امتصاص، يعني في عيب في امتصاص الفود elements اشهرها الفات. اذا ما عرفتش تمتص الفات هينزل في الستول، فتلاقي الستولز مليانه فات، يعني فات ستولز استياتوريا. اشمعنى الفات؟ مش بالذات الفات بس، لان الفات هي اصعب حاجه بتمتص، الباقي كله اسهل انه يمتص، والفات كمان محتاج غيره قصه، فالفات صعب شويه. فهو الموست كومونلي افكتد فود اليمنت، هتلاقي العند عنده مال ديفكتيف، ديفكتيف ابزوربشن اوف اول فود اليمنت سبيشلي اند كومونلي الفات ما يسمى استياتوري. نسبه الاحداث شويه، لو انت لقيت عيان عمال يجيب فات في السبول بالظبط بالظبط زي عيان اللي كان عنده هيموليتيك جونز اوبستراكتيف جونز، طبعا لان في الاوبستراكتيف جونز مفيش بايل بينزل من الانتستين الليفر للانتستين عشان يمتص الفات. فهناك في الاوبستراكتيف جوندس قلنا في فات في السول، الفات اللي نازل في السول ده بيخلي السول الوصف بتاعها فاتي بلكي 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 جريزي، يعني مليانه دم فات اوفنسيف، لان بيحصل سكندري انفكشن. وبعض الناس يقولوا كمان ديفيكالت تو فلاش، ديفيكالت تو فلاش لان الكونتاكت بتاعها فاتي، الفاتي دي يعني لزق فبينزل. معنى الكلام ده انه الفاتي اكتر حاجه. السؤال بقى لما تحضر للامتحان الاورال، ايه الاسباب اللي تعمل مال ابزوربشن سيندروم تبقى في دماغك الرسمه كده بالمنظر ده؟ ادي الليفر، وادي الستومك، وادي الانتستن، وبعدين عندنا بايل كده، اعتبر مثلا ان ده البايل داكت بالمنظر ده، وبعدين عندنا هنا دي البايل داكت، وده البنكرياس. القصة إن أسباب المال ابزوربشن سيندروم كتير، قبل ما أقول أهمهم أقول لك عناوينهم إن شاء الله. نمرة واحد، السبب الأول نقص دايجستشن، يعني عيب في الستومك والبنكرياس. هو إذا ما فيش digestion كويس يقدر يعمل absorption كويس؟ لا. ليه؟ لأنه الأكل لو أنت بتاكل حاجة قد كده يبقى أول حركة لازم تكسرها بالسنان عشان تتكسر من حتة قد كده لحتة قد كده، وبعد كده تخش الصلايبة ويخش الجوسز بتاعت الستومك والبنكرياس عشان يكسروه ويهضموه. يعني يعملوا ايه للفود؟ سبليتنج، يكسروه. لما يكسر لفتافيت وينزل يبقى جاهز ان يشتغل يحصل له ابزوربشن. ينفع يحصل له ابزوربشن وقت كده؟ ينفع تاكل فرخه كده على بعضها تخش على البلاط؟ ينفع؟ طب يبقى معنى الكلام ده كلام في المدرسه، بلاش في المدرسه، يعني لازم يكسر او يبقى لو في عيب دايجستشن يبقى في عيب ابزوربشن. بس عيب الابزوربشن، عيب الدايجستشن عيب ضعيف، عيب مش مهم قوي، اجله شويه. كمان الليفر هيباتوبيليا كوزس، الليفر بينزل ايه؟ بايل، في غياب البايل ما تعرفش تمتص الفات. ثلاثه اسباب في الانتستين شخصيا، اللي هو مين ده الاورجن اللي في الجسم الوحيد اللي بيعمل ابزوربشن للفود؟ انتستين. في اورجن تاني؟ لا انتستين. نمره اربعه دراج انديوست، ما
ونمرة خمسة ميسيلينيس. خلينا نبتدي الأول بإمبير دايجستشن. يعني عيب في التكسير الأكل، عيب ستومك أو عيب بنكرياس. خلينا ستومك الأول زيادة جاستريكتوم، شيل المعدة. المعدة اللي أنت شلتها دي يبقى مفيش بروبر دايجستشن، أو المعدة موجودة بس ما فيهاش الحاجة اللي أنت عايزها اللي هي الـ HCL، أو فيها HCL زيادة. نمرة واحد، زيادة الـ HCL تضر ونقص الـ HCL يضر. زيادة الـ HCL مرض اسمه زولينجر إليسون سيندروم. زولينجر إليسون سيندروم ده بين قوسين تكتبوه في الجراحة السنة الجاية، هقوله النهاردة تاني. ده عبارة عن جاسترينوما، ورم في البنكرياس بينتج زيادة HCL. ال HCL ده بيعمل انهبيشن للبنكرياتيك لايبيز. ال HCL الزيادة في المعدة هيعطل بنكرياتيك لايبيز. طب وإذا عطل بنكرياتيك لايبيز يبقى فيه بروبر دايجستشن ولا لأ؟ لأ. أو العكس، إنه المعدة فيها تيومر. التيومر اللي هنا ده في الجراحه السنه الجايه كانسر ستومك. تعرفوا ان الكانسر ستومك ده بيتعارض مع الاتش سي ال، بيعطل الاتش سي ال، بيقلل الاتش سي ال. السنه الجايه تعرف ان شاء الله في الجراحه كانسر ستومك بيعطل الاتش سي ال برودكشن ان ذا ستومك. المعده اللي ما فيهاش اتش سي ال كفايه لما الاتش سي ال ينقص يدي فرصه لحاجه اسمها بكتيريال اوفر جروث. يعني كده يعني البكتيريا تكبر في الانتست. في غياب ال HCL اللي في المعدة، ال HCL في المعدة ده بيعطل البكتيريا انها تترعرع، تبقى بروليفريشن. في غياب ال HCL البكتيريا تكبر في الانتست. حد يعترض؟ يقول طب ما الانتست فيه بكتيريا. لا، اوعدك فيه، اوعدك فيه نوعين من البكتيريا، في حاجه اسمها كلوستريديوم ديفيسيل وفي انواع ثانيه غير كلوستريديوم ديفيسيل. كل لارج انتستن، سمول انتستن ما فيهوش. ولو في يبقى ريحه بكتيريا او ما فيش خالص، ما فيش بكتيريا. صح، ما فيش بكتيريا في السمول انتستن. هنا تتواجد البكتيريا في السمول انتستن. ايه اللي اوجدها في السمول انتستن؟ كترت، حصل لها بروليفريشن في غياب ال HCL. طب هو البكتيريا لما تكتر في الانتستن ليه تعمل مالابزورشن؟ لو حصل عن البكتيريا الاوفر جلود دي قلناها في كتاب البلد في درس ميجالو بلاستيك انيميا. بكتيريا الاوفر جلود لما تكتر جوه الانتستن ليه بتعطل الابزورشن؟ بتعمل ميكوزا دامج. التوكسنز اللي بتنتجها البكتيريا دي بتعور الميكوزا، بتعمل ميكوزا دامج. ده مش بس كده، ده بعض انواع البكتيريا بيسبليت اب حاجه انت محتاجها للامتصاص. بيسبليت اب حاجه انت محتاجها للابزوربشن. فايروس بيسبليت اب الفايروس. يبقى البكتيريا نمره واحد بيسبليت اب الفايروس. نمرة اثنين بتكسر الميكوزا بتاعت الانتستين اللي هي بتمتص. نمرة ثلاثة بقى بتتغذى على الأكل اللي موجود وتحوله. دلوقتي في نزل أكل جوه الانتستين، البكتيريا تتغذى عليه وتحوله لنون أبزوربابل كونستيتيونتس. يعني معنى الكلام ده إن البكتيريا بتتغذى على الأكل وتحوله لحاجات غير قابلة للامتصاص. فالبكتيريا الاوفر جروث مش عايزين نشوفها جوه الانتست. نقص ال HCL بيديها فرصه تكتر. زياده ال HCL يعطل بنكرياتيك لايبيز. يبقى نمره واحد عيوب في الستومك، عيوب في البنكرياس. والبنكرياس ده فيه انزيمز بتدايجست الفات ولا الكربوهيدرات ولا البروتينز؟ في لايبيز، في اميليز، في تريبسن. في تريبسن لايبيز، اللايبيز ده بتاع الفات، والاميليز اميليز كربوهيدراتس وتريبسن بروتين. ده الكلام ده مش بهزر والله، بتكلم جد في المدرسه في الابتدائي كمان. الحاجات دي كلها بتكسر الاكل،
لو ما اتكسرش ينزل زي ما هو. اذا نزل زي ما هو الانتستين، الانتستين يقول لا ما ياخدوش. ايه امراض البنكرياس؟ اي حاجه تيجي في بالك دول اكزامبل، كرونيك بانكرياتايتس وفايبروزس اوف ذا بانكرياس. فايبروزس ديزيز اوف ذا بانكرياس ده في الاطفال خدوا تحت عنوان سيستيك فايبروزس، كان بيعمل في لانكس ابيرتيف لانكس سيندروم سو بابل ابيرنس وزياده صوديوم في السويت. سيستيك فايبروز ده مرض اطفال وراثي جدا، هيريديتري ديفكت، وان العينين دول بيجي لهم كمان ديفكت في الابزوربشن، فبيجي لهم مال ابزوربشن سيندروم. خلي بالك بس من الكلام. من ضمن الاسباب كمان ليفر هيباتوبيليري. الليفر لما يحصل مرض ليفر او مرض بق، الخلاصه ان البايل ما ينزلش. ايه الحاجه اللي تخلي البايل ما ينزلش؟ هيباتايتس اكيوت وكرونيك، لان في الهيباتايتس في انفلاميشن وبيدوس على البايل وانما غير كان الالكترولايت، او لو عملت اوبستراكتيف جوندس ما بقاش في بايل. الخلاصه يعني كلمه واحده ريدوس بايل سولز، اي حاجه تنقص بايل في الانتستين. لكن في حاجه، بكل الاسباب اللي انا قلتها دي واللي انا قلتها واللي لسه ما قلتهاش، لان السبب اللي جاي بعد كده سبب انتستين اكيد يبقى في ذهنك واضح ان اشهر سبب للمال ابزوربشن سيندروم يكون عيب في الاورجن اللي وظيفته يعمل ابزوربشن، اللي هو انتستاينال كوزز، هي على الاطلاق اهم سبب. قبل ما اقولها، في كل الاسباب اللي انا قلتها ستومك بنكرياس ليفر، وفي كل اللي انا ما قلتوش دراج ميسيلينيوس انتستاينال، في نوعين منهم. اضرب عينك كده على البنكرياس الكوزي، خلينا بس ابتدي بالبنكرياس الكوزي. ده الوحيد في اللي انا قلته اللي لو عملت لهم تحليل سكر في البلد يطلع عادي، لان البنكرياس لما اتضرب اتضرب اكسوكراين واتضرب اندوكراين السكر يعني. بقيت امراض المال ابزوربشن سيندروم هيكون السكر في البلد قليل عشان مفيش ابزوربشن. خلي بالك من الكلام، كل امراض المال ابزوربشن سيندروم، كل اسباب المال ابزوربشن في نقص سكر ما عدا الامراض اللي فيها ديابيتس، اللي هو يا اما ديابيتس رسمي زي اللي هقوله بعد شويه ان شاء الله، يا اما مرض بنكرياس. هو مرض البنكرياس ده بيعمل اي نوع من ديابيتس؟ سكندري ديابيتس. نمرة ثلاثة انتستاينال كوزز، عيب في السمول انتستين ولا في اللارج انتستين؟ اللي يعمل مرض زوبشي يبقى ديفكت سمول انتستاينال ولا لارج انتستاينال؟ هو اللارج انتستين بيساعد السمول انتستين في الابزوربشن اه ولا لا؟ نعم؟ تاني اسال سؤال، اللارج انتستين ده ليه دور في الابزوربشن؟ الاجابه لا، ماليش دعوه بالميه، بتكلم بشكل نو. وبناء عليها سمول انتستاينال كوزز بتمثل موست كومن كوز المال ابزوربشن نمره واحد امايلويدوزز. امايلويدوز هناخده ان شاء الله نص صفحه في كتاب الجنرال. الامايلويدوز ده هنا بقى نمسك سبب سبب وتقول لي ليه كل سبب بيعمل مال ابزوربشن. نمره واحد امايلويدوز، احفظهم بالحروف لانه كتير. ايه امايلويدوز؟ نتيجه اوبستراكشن اوف ذا لاكتيتس، ديبوزيشن اوف امايلويد بروتين ان ذا انتستاينال وول اوبستراكتنج ذا لاكتيت، بيترسم امايلويد بروتين في جدار الانتستين. تاني بكرر، امايلويد بروتين في جدار الانتستين بيكسر اللاكتيت، بيسد اللاكتيت. اللاكتيت دي اللي هي يونانها يا قولي. طيب وهو تسد بتحصل ايه؟ لمين؟ الليمفاتكس السمول ليمفاتكس في جدار الانتست. سمول ليمفاتكس في جدار الانتست اسمها لاكتي، لما بتتسد دي دورها يمتص الفات، لما يسد اللاكتيز مفيش امتصاص للفات. خدنا مرض واحد يعمل انسداد للاكتيز قبل كده يقوم يعمل دايريا. تي بي بيريتونايتس لو راح على الانتست. خدنا درس اسمه تي بي بيريتونايتس لما قلنا ان في مومنتم ملفوف وفي كذا كذا كذا. رجاء هناك تطلع صح، يبقى نمره واحد امايلويدوز نتيجه انسداد اللاكتيز، نمره اثنين بلايند او ستاجنانت لوب سيندروم. يعني ايه الكلمه دي؟ نقص موتيليتي، بكتيريال اوفر جروث. بكتيريال اوفر جروث دي يعني ايه؟ اقول لك بقى، عيان عنده الاتي،
حاجة من الحاجات الآتية. نمرة واحد، ده الانتستين بالمنظر ده، أو ده الانتستين بالمنظر ده، أو ده الانتستين بالمنظر. إيه ده؟ تاخد خط كده هنا وتقول ده ترو ناروينج، دايرة، ده دايرة، وده في باوتش كده. ايه ده؟ دايفرتيكولوزس. ده تاخده في الجراحه السنه الجايه ان شاء الله اسمه دايفرتيكولم. يعني ايه دايفرتيكولم؟ يعني مسار غير المسار. الاكل المفروض يمشي كده؟ لا، هيركن هنا، هيركن هنا. طب وهنا هيركن فوق الحته الضيقه. طب لما يركن فوق الستريكتشر، دي ستريكتشر، ولما يركن في الدايفرتيكولم يبقى الاكل ماشي ولا ستاجنانت؟ ستاجنانت بيسموه بلايند لوب. بلايند يعني استجنت، يعني ما بيتحركش، او مفيش ولا انسداد ولا دايفرتيكولم، لكن في سلو موتيليتي. اي حاجه بقى تعمل سلو موتيليتي، دايبيتيز ينفع؟ لان دايبيتيز بيعمل اوتونوميك نيوروباثي عن طريق اوتونوميك نيوروباثي، يعني سلو موتيليتي. في مرض تاني في كتاب الاندوكراين غير سلو، غير الدايبيتيز، يعني سلو موتيليتي، هايبو ثايروليزم، هايبوثايرويديزم، يوم يعمل سلو موتيليتي. في كل دول اذا حصل ستاجنيشن في الاكل قعد فتره، انت لو حطيت شويه اكل في الركن هنا تلاقي بكره في كميه حشرات قد كده. انت تصور بقى المصارين قاعد فيها راكن، يبقى هيتكاثر عليه مين؟ بكتيريا الاوفر جروث. طب البكتيريا الاوفر جروث لو تكاثرت تعطل الابزوربشن عشان واحد اثنين ثلاثه، قلنا الثلاث اسباب. يقول الامتحان الامسي يقول ان بكتيريا الاوفر جروث دي كنا عملنا لها تيست ملوش قيمه في كتاب البلاد دي شخصا، اللي هو شيلينج تيست، ده اللي جاله بلاست الكنينة رجعها. لكن الامتحان الامسي كيو يطلع سؤال بكتيريا الاوفر جروث از ذا سكند موست common cause of malabsorption syndrome next to اللي بعده celiac disease. Celiac disease is the first most common cause of malabsorption syndrome. النسب 52% للسيليك ديزيز، 12% للبكتيريا الاوفر جروث. 52% للسيليك ديزيز، 12% للبكتيريا الاوفر جروث. 52 12، ايه يعني ايه النسب دي؟ نسب حدوث المال ابزوربشن سيندروم. 52 و12 يعني 64، مش كده؟ 64 يبقى عندي ناقص 36، 36% بقية الأسباب، 36% بقية أسباب المال ابزوربشن متوزعين. بكتيريا الأوفر جروث is the second most common cause of مال ابزوربشن سيندروم next to celiac disease. Celiac disease ده مين؟ أجله، ده هو ده أهم واحد في الأسباب، أجله أشرحه بعد الشرح. اللي اسم ثاني جلوتين سنسيتيف انتروبولي. سيلياك يعني ايه كلمه سيلياك؟ جت. سيلياك هي الجت. يعني ديزيز اوف ذا جت، ديزيز اوف ذا انتستن، اللي فيه العيان حساس لحاجه اسمها جلوتين. اجلها شويه، لما تسافر بره في بلد ولا حاجه تلاقي دايما لما في بلاد محترمه في اي مطعم في اي حته تلاقي كاتب لك جلوتين فري دايت. يعني في ناس عارفين ان المرض بتاعهم عندهم المرض ده، ما ينفعش ياكل حاجه فيها جلوتين، فيكتب لك جلوتين فري، يعني ما فيهاش جلوتين عشان تاكل وانت مطمئن ان ما يحصلش مال ابزوربشن سيندروم. واحد اثنين ثلاثه اربعه. في حاجه اسمها سبيسيفيك مال ابزوربشن، يعني حاجه مخصوصه جدا، ده مش مال ابزوربشن سيندروم. دايساكاريديز ديفيشنسي دي مش مال ابزوربشن سيندروم، مش جنرال مال ابزوربشن، ده سبيسيفيك مال ابزوربشن لفاكتور واحد بس في الاكل، اللي هو اللبن. اشمعنى؟ لانه بيحصل هنا الاتي، لما واحد يشرب لبن او ياكل حاجه فيها مشتقات اللبن، منتجات الالبان مثلا جبنه والكلام ده، هتلاقي ان العيان ده عنده في الانتستين هنا كده بالمنظر ده ملك تاخد، الملك فيه سكر اللي هو لاكتوز. اللاكتوز ده مونو ساكرايد ولا داي ساكرايد؟ داي اثنين، دا
داي انا كويس. داي ساكرايت، داي ساكرايت لاكتوز المفروض لما يتاخد بالاكل لما بتشرب لبن يطلع له انزيم اسمه لاكتيز، يوم يكسر لك اللاكتوز ويبقى سهل ان يحصل له ابزوربشن. العيانين دول عندهم مرض وراثي ما عندهمش لاكتيز، يبقى اللاكتوز هيسرفايف هيعيش. لما يعيش اللاكتوز وانت عارف انه سكر يوم يقعد جوه الانتستين سكر يخمر فيرمنتيشن تشتغل عليه بكتيريا. بلاش بكتيريا، السكر ده لما يقعد فتره جوه الانتستين اللي ما لقاش حاجه تموته اللي هو انزيم لاكتيز دايساكاريديز مش موجود فده عاش. لما يعيش اللاكتوز وانت عارف انه سكر وانت عارف ان السكر بيزود الاوزموتيك بريشر يوم يسحب ميه منين؟ من البلد. لما يسحب ميه من البلد يزود الميه ينزل لك دايريا. يبقى ده اسمه دايساكاريديز ديفيشنسي. العيان اللي عنده دايساكاريديز ديفيشنسي ده هل يجي له مرض زوبشن حاجات ثانيه؟ لا، هو اللاكتوز بس، هو الميلك فقط ومشتقات الالبان. عشان كده تعرف دي فيري كومن، فيري كومن عندنا في مصر، فيري كومن. سمعتها مره من دكتور بتاع الليفر والتروبيكال. انا ما بشتغلش في الليفر والتروبيكال خالص، اللي هي الليفر والجي اي كده خالص، بشرحها. لكن سمعتها من واحد استاذ درسنا في القصر العيني. قال ان موجود في مصر بنسبه 90%، الله اعلم اذا كان اللي قالوا لي صح ولا غلط، بس اكيد هو ادرى. قال 90% من المصريين لما بيجيلهم لبن على طول يجيلهم دايريا بعدها، مش شرط. الله اعلم النسبه دي صح ولا غلط، بس هي معناها ان مع شرب اللبن بيجي بعدها دايريا او بلوتينج انتفاخ او فرمنتيشن. انتفاخ ايه؟ ان البكتيريا بتشتغل على ده وتطلع جازس. ده سبيسيفيك مال ابزوربشن، حاجه مخصوصه قوي اللي هي الالبان ومشتقات الالبان. في بعد كده شورت باول سيندروم، ده عيان عملت له عمليه وشلت المصاريف. مثلا عيان اضطريت تشيل الانتستين لسبب من الاسباب. طب انت لما تشيل الانتستين يبقى الجزء اللي فاضل قدرته انه يعمل ابزوربشن زي ما كان قبل العمليه قلت، اسمها شورت باول سيندروم. امراض انفلاماتوري، الانفلاميشن بتتفق، انفكشن بتتفق في كلمه واحده، ميكوزا دامج، تي في، جارديا، تروبيكال سبرو ويبلز ديزيز. التروبيكال سبرو والويبل اجلهم لحظه، اجلهم لحظه، شورت كويستشن في الامتحان. لكن الامراض دي كلها بين قوسين انفكتد. طب هما الانفكشن ازاي بيعملوا مال ابزوربشن؟ بيعوروا الميكوزا، ميكوزا دامج، بيعملوا ميكوزا دامج، فبيخلي الميكوزا دي غير صالحه انها تعمل ابزوربشن. اهم واحد فيهم هو التي بي، تيوبركلوزس، تي بي اوف ذا انتستين. تي بي كومنلي بيجي في الحته بتاعت الاي يو سي كارنيشن، يعني بيضرب سمول انتستين. الجارديا ده نوع من انواع ايوه، لا اللي هي ايه بقى؟ يعني تبقى ايه؟ يعني تبقى ايه؟ بروتوزوا. انت غيرت رايك؟ انت غيرت رايك؟ خبيت، اوكي. بروتوزوا، بروتوزوا زي الاميبا وزي الملاريا وزي الاشمانيز، صح؟ ملاريا بروتوزوا، مش كده ولا ايه؟ ملاريا بروتوزوا ولا انا غلطان؟ ممكن يكون غلطان، كلا مزاوية. ملاريا ايه؟ ملاريا بروتوزوا، صح ولا غلط؟ صح زيادة عن اللزوم. ملاريا بروتوزوا 100%. في بعض الناس اللي هم ممتازين قوي كانوا كاتبوا مرة انها فايرال. روح كده على الناس اللي هم اخترعوا الجهاز الاهبل ده، قال انها فايرال. فايرال قال عن ملاريا فايرال موجودة عندنا. المهم يعني ان ال دي بروتوزوا ال النيموسيستس كانياي كاترين بروتوزوا. بروتوزوا هنا دي اللي هي الجارديا، بس ما تقولش انت ميبا، لان انت ميبا ما بتعيش في السمول انتستين، بتعيش في الكول. فانت ميبا ليه مش حاطين انت ميبا؟ لانها مالهاش علاقه بالسمول انتستين. لكن الجارديا تقعد في السمول انتستين. جارديا تي بي وحاجتين اجلهم. كمان كرونز ديزيز، كرونز ديزيز ده مش انفكشن، عشان كده فصلناه في عنوان اسمه انفلاماتوري.
كروز ديزيز ده بين قوسين انفلاماتوري باول ديزيز. واحد يعترض يقول لي طب ليه مش كاتبين معاه خد توأم اللي هو ألسراتيف كولايتس؟ لأنه ألسراتيف كولايتس ما بيضربش سمول انتستين، الألسراتيف كولايتس في الكولون فقط، لكن كروز ديزيز ده بيجي في أي حتة في الجي أي. إيراديشن انترايتس، إيراديشن انترايتس يعني ايه ده؟ يعني ده عيان دخل يتعالج من كيما الراديو ثيرابي. مين ده العيان اللي اتعالج بالراديو ثيرابي؟ عيان كانسر سبحان الله، دخل ريبيتد سيشنز من الراديو ثيرابي، حرق له الانتستن، عمل انجري في الانتستاينال وول، وده سايد افكت جديد وكومبليكيشن للراديشن للاشعاع. حضر دايما الامتحان الاورال للراديشن اللي واحد خدناه في كتاب الكارديولوجي. الكارديولوجي قلنا بيعمل دراي بيريكارديتس اند ذيرفور بيريكارديال ديفيوجن وكونستريكتيف بيريكارديتس. ده كارديولوجي. في الشست قلنا انه بيعمل دراي بلوريسي اند ذيرفور بلورال ديفيوجن، وكان بيعمل نمونيا من نوع نون انفكتيف نمونيا. في كتاب البلاد كان بيعمل ابلاستيك انيميا وكان بيعمل لوكيميا. ابلاستيك انيميا ولوكيميا. كتاب البلاد رجع كان بيعمل ابلاستيك انيميا ولوكيميا مع البنزين. وفي كتاب النيورولوجي ما فيش حاجه. اندوكراين ما فيش حاجه. في الاندوكراين بيعمل هايبوثايرويديزم، لا ريجريشن مع الثايرويد وبان ممكن. لكن في كتاب الجي اي تي والليفر اللي احنا شغالين فيه فينو كلوزر ديزيز، صح، لانه من ضمن العلاجات فينو كلوزر ديزيز ده كيمو ثيرابي وراديو ثيرابي. نسيت حاجه، اللي في كتاب البلاد كمان كان بيعمل مايلو ديسبلاستيك سيندروم. مايلو ديسبلاستيك سيندروم مش مايلو بروليفيك، مايلو ديسبلاستيك سيندروم اللي هو كان سبب من اسباب السيدروبلاستيك انيميا. يبقى هي دي الايراديشن حضرها دراج انديوس لينفوما. الليمفوم نسيت اقول ان من ضمن الانفكشنز تي دي، احنا قلنا من ضمن الانفكشنز تي دي ولا ايه؟ التي دي وهو من ضمن الانفكشن ازاي بيعمل مال ابزوربشن؟ قول له بيعمل ميكوزال دامج، يقول لك بيعمل حاجه ثانيه غير ميكوزال دامج، قول له ميكوزال دامج، في حاجه ثالثه؟ ايوه ميكوزال دامج، في حاجه رابعه؟ ايوه بيعمل اوبستراكشن في اللاكتينز، بيعمل اوبستراكشن في اللاكتينز، بيسد اللاكتينز نمره ثلاثه، بتسد اللاكتينز ليمفوما. ليمفوما الليمفوما طبعا الليمفوما بتسد اللاكتينز، بتسد الليمفاتكس. تيومر في الليمفوما بيجي تيجي تيومر في الليمفاتك سيستم ده ولا فين؟ بيسد اللاكتينز. نمره ثلاثه او اربعه دراج انديوس. مين دي الادويه اللي بتعطل للابزوربشن؟ نيومايسين ديفان وكوليستيرامين. كوليستيرامين ده احنا عارفينه، فاير اسيد سيكويستر. النيومايسين ده احنا عارفينه انتي بايوتيك. امال الديفان ده ايه؟ انتي كواجلوس، صح؟ دول بيعطلوا الابزوربشن. يعني في حاجات ميسيلينيس هارت فيلر، رايت سايد هارت فيلر وكونستريكتيف بيريكارديتس وبيريكارديال ايه اللي بيجمع الثلاث حاجات دول؟ كونجستشن في الستوم انتستاينال كونجستشن اللي بيجمع رايت سايد فيلر انتستاينال و بيريكارديال ديفيوجن وكونستريكتيف بيريكارديتس ستاينال كونجستشن. دخلنا كتاب الكارديولوجي كلينيكال بيكتشر ساينس بتاعت رايت سايد فيلر، كان في كونجستد بالسيتنج نيك فيلز، اسايتس بعد ايديما لورنز، انلارج تندر ليفر، الثلاثي الشهير قوي بتاع سيستميك كونجستشن. مالناش دعوه. كان في درس بتاع رايت سايد فيلر حاجه اسمها كارديا كاتشكسي، كان عامل حس عشان العادي كونجستشن في الانتستين ما بيعرفش يمتص عيب ابزوربشن. اتفضل ميكسيديما. الميكسيديما ليه بتعمل ممكن مال ابزوربشن؟ نقص موتيليتي، لو بتعمل بكتيريال اوفر درافت سلو موتيليتي وبرضه سلو ابزوربشن، لان كل حاجه في الميكسيديما سلو، كل حاجه في الاكستيما سلو 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 ميتابوليزم، ففي نقص في سلو ابزوربشن. كلينيكالي البيشنت يجي بالاتي مال ابزوربشن سيندروم، كلينيكال بيكتشر اوف مال ابزوربشن سيندروم. كلينيكالي يجي بالاتي اللي هي تيبيكال كلينيكال بيكتشر اوف مال ابزوربشن سيندروم، ادي الانتستن
وادي البلد. المفروض ان الاكل ادي الفود هنا يعدي من هنا لهنا. هارت فيلر رايت سايد الهارت فيلر والكونستريكتيف بيريكارديتس والبيريكارديال فيوجن. ايه اللي بيجمع الثلاث حاجات دول؟ كونجستشن في الستومك انتستاينال كونجستشن. اللي بيجمع رايت سايد فيلر انتستاينال وبيريكارديال فيوجن وكونستريكتيف بيريكارديتس ستاينال كونجستشن. احنا خدنا كتاب الكارديولوجي clinical picture science that right sided failure كان في congested pulsating neck veins ascites بعد edema lordosis enlarged tender liver الثلاثي الشهير قوي بتاع systemic congestion مالناش دعوه. كان في درس بتاع right sided failure حاجه اسمها cardiac cachexia كان عامل حس عشان العادي congestion في الانتستين ما بيعرفش يمتص الاكل عيب absorption. اتفضل الميكسيديما. الميكسيديما ليه بتعمل ممكن مال absorption نقص motility لو بتعمل bacterial overgrowth slow motility وبرضه slow absorption لان كل حاجه في الميكسيديما slow. كل حاجه في الميكسيديما slow 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 metabolism ففي نقص في slow absorption. كلينيكالي البيشنت يجي بالآتي مال ابزوربشن سيندروم كلينيكال بيكتشر اوف مال ابزوربشن سيندروم كلينيكالي يجي بالآتي اللي هي تيبيكال كلينيكال بيكتشر اوف مال ابزوربشن سيندروم ادي الانتستن وادي البلد. المفروض ان الاكل ادي الفود هنا يعدي من هنا لهنا. عندنا مشكله في العيان ده ان الاكل يعدي فهو عامل علامه كده ما بيعديش. يبقى العيان ده في رايك هيعاني هيشتكي سيمتومز ومانيفستيشنز كلينيكال بيكتشر كلينيكال مانيفستيشنز بسبب مشكله في الانتستين ولا مشكله في البلد؟ مشكلة في الاثنين. مشكلة في البلد لأن الأكل ما راحش يبقى أكتب ديفيشنسي. البلد ناقص أكل. ما راحلوش الأكل. يبقى في ديفيشنسي مكتوبة في مربع. أجل دي شوية يبقى ده عيب على الدم إن ما راحلوش الأكل. وأكيد أكيد في مشكلة على الإنتستين إن الأكل قعد هنا. إذا قعد هنا هيبقى يعاني من تراكم الأكل هنا. يعني في مشكلتين ناقص هنا ومتراكم هنا زائد clinical picture of the cause. ثلاث حاجات بديهيه clinical picture of the cause وclinical picture انه تراكم هنا وما راحش هنا. تراكم هنا دي سهله قوي. تراكم الاكل جوه السمول انتستن. جوه السمول انتستن جوه الانتستن يعمل ايه؟ يعمل لي انه يتخمر يوم يحصل عليه fermentation. اولا يجي العيان دايريه. الدايريه دي سببها ان الاكل اللي قاعد هنا ده هيمتص ميه ووتر. طب لما يمتص ميه يمتصها ازاي؟ اوزموتيك جريدينت. يعني هنا في اكل والاكل ده مزود الاوزموتيك كونسنتريشن. مزود الاوزموتيك كونسنتريشن بتاع اليومن ان يمتص ميه. الميه دي تيجي على هنا تعمل لوز ستونز يعني ضاريه. يبقى نمره واحد ضاريه. اول حاجه ضاريه. تاني حاجه ان الاكل اللي نازل هنا فيه كميه فات كتيره which was not absorbed. طب الفات الكتير بيخلي السوز بالكي كريزي اوفنسيف وقلنا ممكن تبقى difficult to flush عشان نازله كريزي كونتنت. وبعدين كمان البكتيريا تشتغل عن دي تطلع جاسس. تصور انت بطن العيان مليانه جاسس بيبقى عنده تعمل نقص كوليك وتعمل ديستنشن وتعمل حاجه اسمها اصوات بوربوريك مال. تسمع ساعات زغوله كده لما في جاسس. فدي اسمها نتيجه فيرمنتيشن اوف ذا فود.
يبقى اللي انا قلته ده نتيجه بقاء الاكل هنا وعدم انتقاله الى البلد. طب عدم انتقال البلد يبقى ديفيشنسي تحفظ لما تحفظ اسمك بالظبط. ديفيشنسي فاكتورز اي درس في العالم بطنه جراحه نسا اطفال اي الهواء في ديفيشنسي في الفاكتورز تجيبها من درس المال ابزوربشن سيستم. تقول نمره واحد ينقص الكربوهيدرات يعني هايبوجلايسيميا. تقول هنا هايبوجلايسيميا في كل انواع المال ابزوربشن الا في مرضين البنكرياتيك او دياليتس. ده في حاله السكر بيبقى عالي. هايبوجلايسيميا نقص امتصاص يقل الفات يعني الويت لوس يقل البروتين ماسل ويستنج ويحصل اديما. ليه البروتين لما بيقل يجيله اديما العيانين؟ لان بينقص مع البروتين بروتين اسمه البومين والالبومين لما بينقص يبقى نقص البومين ونقص الالبومين لما بينقص يعني نقص البومين. نقص البومين معناها نقص اونكوتيك بريشر اللي هو نقص اوزموتيك بريشر يبتدي فيه يهرب من جوه الفيسل لبره الفيسل يعمل عنده جنرالايز إديمة. بس خلي بالك الإديمة هنا اسمها بين قوسين نيوتريشنال إديمة لأنها نتيجة عيب نيوتريشن. طب احنا خدنا الديفرنشال دايجنوز بتاع الجنرالايزد إديمة في كتاب الكارديولوجي غير الكارديا كان فيه هيباتيك ولينا مالناش دعوة بيها. كان فيه